صباح الخير، ازيكم؟ النهارده الفيديو رقم 130 في سلسله فيديوهات كبسوله صباح، اخر اذاعه خارجيه من القاهره. مع كده قفله الاسبوع ان شاء الله يا رب يكون كان اسبوع سعيد عليكم، ويك اند جاي يكون اسعد. الموضوع بتاع النهارده بعنوان ايدنتيفاي سترينثس. بيتكلم هنا بيتر دراكر عن انه الاسهل وبياخد طاقه وشغل اقل انك تتحرك من حاجه انت كويس فيها، الحاجه تبقى رائع فيها، عن ان انت تتحرك من حاجه ما بتعرفش تعملها خالص او ضايع فيها اللي يبقى ماشي الحال. فنركز على السترينث بتاعتنا. الموضوع ببساطه كل واحد يعني يعملها بالطريقه اللي هو عاوزها، بس هو الحاجه اللي وصفها بيتر دراكر ان انت تمسك تشوف المشاريع اللي انت شغال عليها والتاسكات اللي انت شغال عليها في سنه، وناوي يطلع منها ايه، يعني عايز انت عايز النتائج تبقى ايه، او انت عايز النتائج تبقى ايه، وبعد كده بعد السنه ما بتعدي هو ايه فعلا اللي حصل، وتعمل الكلام ده لمدة سنتين ثلاثة. هيبقى بقى عندك حصيلة من هو انا كل ما بعوز اشتغل على حاجة معينة ايه اللي بينفع وبيمشي الحال معايا وبيطلع مني حلو، وايه اللي ما بعرفش اعمله كويس. ولما تبص على الريكورد ده او السجل ده تقدر ببساطة تبقى عارف السترينث بتاعتك. طبعا نقدر نزود كمان ونقول لو واحد سأل الناس وخد فيدباك من ناس صادقة، ماشي، مش اشتغالات وخلاص، او ناس عايزة تقول اي كلام وخلاص، هيبقى برضو يبقى عندك فيدباك. كنا اتكلمنا في فيديو من الفيديوهات على كتاب تاني كنت قلت لكم عليه بتاع السترينث فايندر. لا ده تيست لو عايز تخش تعمله اونلاين وتاخد النتائج بتاعته، يبتدي يديك برده معرفه عن نقاط القوه بتاعتك فين. في كل الاحوال ايه الحاجات الرئيسيه اللي لازم نركز عليها؟ البدء بانك تعرف او تعرفي نقاط القوه احسن واقوى وفرصه احسن ليك انك تعلى بمستواك وتعلي بمستواك من انك تركز على الحاجات اللي ما بتعرفش تعملها. الحاجة التانية الموضوع هياخد وقت وصدق مع النفس. واخر حاجة انه دايما لما الناس تسأل ازاي ابقى ناجح، مش بس انك تعرف نقاط القوة، ازاي تبقى ناجح. والناس الناجحة الناس اللي بتعمل الحاجات القوية دي كلها بتقضي وقت في المراجعة وفي تحليل وضعهم، السلف اويرنس او الوعي الذاتي. راجع ريفلكت، انظر في اللي انت عملته، انظر حولك كده، شوف انت اشتغلت ايه، ما اشتغلتش ايه، ايه اللي نفع، وتحلله وترجع تكمل. دي هي يمكن احد اهم اسرار النجاح. الانشغال في الشغل اليومي بس والسحلة كده زي ما بنقول مش هتديك فرصة انك ترجع تبص وتركز فيه وتركزي فيه الحاجات اللي انت لازم ترفلكت وتانالايز عشان تعرف تبيلد وتبني لقدام. طب امالح، طب احنا مسحولين في الشغل نعمل ايه؟ دي ملهاش اي حل غير الموضوع في ايدك وفي ايدك، انك لازم تخلق لنفسك وقت ولو حتى مره كل اسبوع انك تعمل فيه الكلام ده. ما بين السحله وما بين بنريح دماغنا لازم نلاقي نص ساعه ساعه كل اسبوع نعمل فيه الكلام ده. هو ده السعر اللي لازم يدفع علشان سعر النجاح. ويا رب كلنا ان شاء الله نكون ناجحين وكلكم تنجحوا في كل اللي نفسكم ونفسنا نعمله باذن الله. والويك اند جاي نقدر نقعد ونرفلكت ونانالايز ونفكر، وتبقى يمكن تبقى فرصه كويسه ان شاء الله. يا رب تكون المواضيع عاجباكم، وقولوا لي رايكم ان شاء الله ونكمل مع بعض باذن الله. وبالتوفيق، وربنا يفتح علينا وعليكم، وصباحكم جميل. مع السلامه.